خمس لعيبه في رايي في الجوله دي هيكونوا ديفرنشلز وهيكونوا مختلفين لو انت عايز تختلف عن بقيه الفرق المعتاده والاسماء المعتاده اللي موجوده في معظم فرق البريمير ليج. اولهم بالنسبه لي بوكايو ساكا، لاعب خط وسط ارسنال، واحد من اللعيبه اللي ما قدمتش مستويات كبيره قوي من بدايه السيزون، صنع 4 تجوان وسجل هدف وحيد، لكن نزوله الشوط الثاني في لقاء انجلترا والمانيا وانه غير شكل الجيم تماما، صنع الهدف الاول لميسن ماونت، ممكن يخلينا نحط عينينا على ساكا كواحد من اللعيبه المختلفه، خاصة ان ساكا دايما في الديربي بيكون مستواه مختلف تماما. هارفي بارنز من ليستر سيتي نسبة امتلاكه قليلة جدا، 5 ماتشات جاية حلوة جدا لليستر سيتي، سعره طبعا اقل من جيمس ماديسون، 6.9 مليون في 5 ماتشات هدف وحيد، لكن اكتر لعيب من كل لعيبة خط وسط ليستر سيتي ومهاجمينهم تسديدا على المرمى من داخل منطقة الجزاء، 10 تسديدات لهارفي بارنز. مبوامو مهاجم برنتفورد، واحد من اكتر اللعيبه اللي مديره الفني توماس فرانك بيعتمد عليهم في النواحي الهجوميه، لعب كل الماتشات، مسجل 2 في 7 ماتشات، نسبه امتلاكه قليله جدا، الى جانب ان سعره طبعا اقل من ايفان توني في حاله ان انت بتفكر يبقى عندك كين وهالاند، ممكن الثالث يبقى مبوامو. اليكس ايوبي طبعا نجم ارسنال السابق ولاعب ايفرتون واللي كان مرشح لجائزه افضل لعيب في الشهر في البريمير ليج، خلال ال3 ماتشات اللي فاتوا صنع 2 ولعب كل ماتشات ايفرتون وفرانك لامبرت بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. جاك هاريسون لعب خط وسط ليدز يونايتد بعد اصابه طبعا رودريجو، اصبح الاعتماد عليه في النواحي الهجوميه كبير جدا، في 3 ماتشات على ملعبه مسجل هدف وصنع 2.